انما وفي طبعا هاني مصطفى الله يرحمه. هاني مصطفى كان بيلعب اصلا وينج رايت وانا انسايد رايت، وبعدين كابتن فؤاد صدقي لاعبه باك ليفت. واجاد اجاده عاليه جدا، ودرجه ان هو الاسماعيلي طلبه من النادي الاهلي علشان يلعب معاه افريقيا، والنادي الاهلي وافق وراح لعب في الاسماعيلي. راح يلعب في الاسماعيلي ولعب في بطوله افريقيا وقتها، ولعب في بطوله افريقيا. أيوة مظبوط. معانا الصور هنا، كابتن عادل اللي عليك الدايره الحمراء هنا. كابتن عادل، كابتن رفعت فناجيري، وكابتن صالح كابتن صالح سليم، الكابتن عادل طعيمه، كابتن رفعت فناجيري، اسامه بيومي، محمود عزت، صلاح حسني، مروان مروان كنفاني. صح كده. كابتن ابراهيم حسين حارس مرمى، كان وينج رايت. كان وينج رايت، وكان الكابتن همامي هو يعني قوي جدا وسريع، فكان على يعني بيديله تعليمات ما كانش بينفذها، فيقول له في اعلان فوق، اول ما توصل الاعلان ارفع. احنا معانا صور نادره، ودي صوره نادره بقى للكابتن عادل طعيم. كابتن عادل، لما اعتزلت اتجهت للتدريب، خدت القرار التدريب، حد شرع عليك وقتها ولا انت من وقتها وانت لاعب بتحب التدريب والامور الفنيه؟ وانا بلعب كان الكابتن فؤاد صدقي كان يعني حاجه مدرب رائع جدا، لكن هو كان يحب دايما ينزل يشوط على الاجوال. وطبعا الجسم الممشوق الحاجه جميله جدا. فكان يخليني انا الى جانب عمليه الاحماء والتدريب والحاجات دي كنت انا بعملها وانا بلعب. وهو بيقوم بعمليه تدريب الحراس، لان طبعا ما كانش فيه الاجهزه، طبعا الجهاز بيبقى فيه 7-8، كان هو لوحده وما فيش حد. انما الانسان مسير لما خلق له. يعني انا بعد ما رجعت من ليبيا قعدنا فتره شويه، كان الكابتن طه الطوخي بيدرب الفريق، وسافرنا اظن سفريتين معاه. وبعدين كان في مستشار ثقافي في السفاره السعوديه اهلاوي اكثر مننا، قال لي ما تيجي تطلع السعوديه، احتمال يبقى في لعب الاجانب هناك عندنا ويبقى في عمليه تغيير وتحج والى اخره. فسافرت 72 حجيت، وبعت جبت والدتي حجيت، وعلى اساس ان انا هرجع بقى يعني احج خلاص، مش هعمل ايه تاني خلاص ارجع. فوجئت ان في خطاب جاي من وزاره الدفاع بنقلي الى القوات الجويه في الرياض. انا كنت في الطائف ساعتها مدرب. طب يعني دي مين جابها دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. فابتديت اول ما رحت انا عندي حاجه و20 سنه مسكت فريق قوات جويه، خدت البطوله بتاعت الجيش. بطوله الجيش دي كانت صعبه جدا. كل اللعيبه في الانديه مجنداها، والامير والملك فيصل بيحضر النهائي ده، فخدت البطوله دي. الامير تركي والامير سلطان وزير الدفاع والنائب بتاعه قالوا نعمل بطوله المنتخب العسكري، نشارك فيه البطوله كاس العالم العسكري. كاس العالم العسكري. مين في رعايه الشباب؟ كابتن ميمي عبد الحميد. طب ومين من الجيش؟ لازم حد ممثل من الجيش. طب مين اللي واخد البطوله؟ فلان. فراحوا ايه، مش ما يعرفوش بقى ان ده اهلي وده اهلي. دخلنا مع الجهاز. قعدنا تقريبا 4 سنين أو 5 سنين في معسكرات دائمه. البطوله الاولانيه الحمد لله عملنا رد فعل قوي جدا، وطبعا الجرايد السعوديه كتبت عننا بشكل رائع جدا. ثم البطوله الثانيه خلى الامير فيصل بن فهد ياخد الجهاز بالكامل، نمسك منتخب المملكه الوطني في تصفيات نهائيات اسيا. كل يعني بدايتك التدريبيه كانت في السعوديه. ابتديت في السعوديه، وبعدين رجعت اجازه في 78. ف يعني كابتن عزت الله يمسيه بالخير، كابتن عزت ابو الروس طبعا راجل صاحب فضل، كان مدير الكوره وقتها، كان ماسك الهيئه العربيه للتصنيع مع الدكتور اشرف مروان. فقال لي ايه رايك يا عادل، احنا عايزين ايه رايك ناخدك معانا في وفي طبعا النادي ده، هيبقى كان درجه ثانيه ساعتها. ايوه. وطبعا خد القرار، قابل الدكتور اشرف وخد القرار واشتغلنا. وبعدين النادي الاهلي عرف ان انا رجعت عايز اروح للنادي الاهلي بعد خطوه